أخي الكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة رئيس الدورة 26 للقمة العربية. الأخوة الأشقاء أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأخ الدكتور نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية، معالي السيد إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أصحاب المعالي والسعادة الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمحوا لي بداية أن أتقدم بجزيل الشكر وعميق الامتنان للأشقاء في جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا على استضافة هذه القمة وعلى ما وجدناه من كرم الضيافة ودقة التنظيم والإعداد المتميز، وذلك ليس بغريبا على مصر العروبة، والشكر موصول ومقرونا بخالص التقدير والعرفان لأخي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا على ما بذلت من جهود مشكورة وعملا دؤوبا خلال ترأسها للقمة السابقة. ولا يفوتني لذلك أن أنقل أسمى تحيات وخالص الشكر للسيد الأمين العام للجامعات الدول العربية وكافة العاملين في الأمانة العامة على ما بذلوه يبذلوه من جهود متواصلة في سبيل النهوض بدور الجامعات العربية وتفعيل العمل العربي المشترك والانطلاق به صوب آفاق واسعة. الأخوة الأعزاء، اسمحوا لي أن أشكركم على تعاطفكم مع شعب اليمن ودعمكم لشرعيته وأمنه واستقراره ووحدته، فقد أتيت إليكم اليوم من اليمن الجريح مشاركا في القمة العربية، ولو تعلمون ما واجهته من صعاب وتحديات حتى أحضر معكم، ومن فقدتهم شخصيا من أخوة ورفاق جرى تعرضي لأكثر من هجوم أثناء رحلتي إليكم، إلا أنني كنت مصمما على الحضور ليس للحضور الشخصي ولكن لحضور اليمن بشرعيتها الدستورية ومشروعها الوطني الجامع لهذه القمة المهمة ولإيصال صوت الشعب اليمني لأمته العربية. حضرت إليكم وقلبي يعتصر ألما وحسرة على وطني وشعبنا العظيم الذي يحلم أبناءه بوطن آمن ومستقر ويطمح لقدا أجمل وأروع في ظل دولة مدنية اتحادية حديثة تستلهم أسسها من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انقلبت عليه ماليشيات الحوثي وحلفائها في الداخل والخارج. كما تعلمون فلقد سلكنا في اليمن طريق الحوار وعقدنا مؤتمرا وطنيا شاملا في مارس عام 2013 بمشاركة كل الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية بأطيافها المختلفة انطلاقا من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ووصلنا إلى توافق على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في يناير عام 2014، واعتقدنا بأننا قد تجاوزنا كثيرا من الصعاب بعد الانتهاء من إعداد مسودة الدستور للدولة اليمنية الجديدة، إلا أن القوى الظلامية عادت مجددا لتجر البلد إلى الخلف متحدية بذلك الإرادة الشعبية وقرارات الشرعية الدولية، وواجهت كل أبناء الشعب وقواها الحية السلمية بقوة السلاح، وعملت على عسكرة العاصمة صنعاء واجتياح العديد من المحافظات ومحاصرة قيادات الدولة العليا وتعطيل عمل المؤسسات الحكومية من خلال السيطرة المسلحة، وبدعما وشراكة وتأييدا
من أطراف محلية ناقمة وحاقدة وعابثة، ومن أطراف أقليمية لا تريد لليمن والمنطقة العربية ككل للأمن والاستقرار. ونتيجة لتلك الأوضاع التي شهدتها العاصمة صنعاء، وبعد حصارنا شخصيا لقرابة الشهرين بتوفيق من الله وعونه، تعاونا الشرفاء من أبناء شعبنا، استطعنا الخروج من صنعاء والوصول إلى مدينة عدن الباسلة، ومارسنا منها سلطتنا الشرعية كرئيس للجمهورية اليمنية لتجنيب اليمن الخراب والدمار وويلات الحروب. وقد قررنا نقل العاصمة السياسية مؤقتا إلى العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن لممارسة مؤسسات الدولة ووظائفها بشكل طبيعي. وكنت قد عقدت العزم على مواصلة مهامي كرئيس للدولة لإنجاز ما تبقى من المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية وخرجات الحوار الوطني، وصولا إلى إقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مدة زمنية محددة، حتى يتمكن شعبنا من تجاوز الأزمة والانتقال إلى بناء الدولة الاتحادية الحديثة، وهي مهمة تاريخية ومفصلية يطمح شعبنا إلى تحقيقها. وفي سبيل ذلك فقد وجهنا الدعوة في 21 من شهر مارس الحالي إلى كافة القوى والمكونات السياسية بما في ذلك منفذين الانقلاب على الشرعية الدستورية للحضور إلى مؤتمر في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض صاحب المبادرة الخليجية. والهدف الرئيسي لذلك المؤتمر هو الاتفاق على خارطة الطريق لتنفيذ ما سبق وإن اتفقنا عليه، إلا أن تلك الماليشيات وحلفائها بالداخل المصابون بهوس السلطة والاستبداد، وحلفائهم في الخارج الذين يريدون استخدام اليمن للإقلاق المنطقة والأمن والسلم الدوليين، قد أدمنت العنف والدمار واجتياح المحافظات، فقادت حربا دموية لاجتياح المحافظات تعز ولحج والضالع، وقبلها صعدة وعمران والبيضاء ومارب، وأخيرا مدينة عدن. فسفكت الدماء وأزهكت الأرواح وعبثت بالمؤسسات والمنشآت، وأوجدت فوضى عارمة استهدفت أمن واستقرار وسكينة أبناء الشعب في معظم المحافظات الجمهورية، وفي تحديا واضح لكافة أبناء شعبنا في الجنوب وقبله في الشمال. إلا أن أبناء شعبنا العظيم بشبابه ورجاله ونساءه جابه ذلك العدوان والانقلاب في كل الأقاليم والمحافظات، فتحية لتعز ومارب والبيضاء، وهي تقاوم ولدمار وصنعاء وإب والحديدة وبقية المحافظات، وهي تنتفض، وللجنوب الثائر، وهي يعبرون عن أعلى درجات التضحية لإيثار وشبابه العزل يقاتلون الماليشيات المسلحة في كل شارع وحارة في عدن ولحد والضالع. وادعو من هنا كل أبناء الشعب للالتفاف حول الشرعية الدستورية ومؤسساتها الرسمية والمقاومة لمقاومة تلك الماليشيات بشجاعة وأبى، والخروج للشوارع والساحات للتعبير في مظاهرات سلمية تعبر عن إرادة اليمنيين الحرة. وأؤكد هنا بأن إرادة الشعب اليمني التي عبر عنها في كل المناسبات وفي كل الساحات هي التي دفعتني وفي أطار مسؤوليتي الدستورية والشرعية إلى توجيه رسالة إلى أخواني الأعزاء ملوك وأمراء ورؤساء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي لتقديم المساعدة الفورية بكافة الوسائل والتدابير للأزمة بما في ذلك التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المدمر، وذلك استنادا للميثاق جامعة الدول العربية
ومعاهدة الدفاع العربية المشترك، وللمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي تم للاستجابة له فورا من قبل أشقائنا وأصدقائنا من خلال عملية عاصفة الحزم، وهي تطبيقا عمليا لدعوة جادة بتشكيل قوة عربية مشتركة تسهم في المحافظة على أمننا القومي العربي. وأؤكد هنا بأنها عملية هدفها الرئيسي والوحيد حماية الشعب اليمني من عدوان قاسم يستهدف هويته العربية وقيمته الإسلامية وتراثه والمجتمع القائم على التعايش والتسامح مع نفسه ومع محيطها العربي والإسلامي طوال تاريخه. وأقول لأولئك الذين يدقدقون مشاعر شعبنا بالحديث عن انتهاك السيادة بأن من انتهك السيادة هم من فجر دور العبادة ودور تحفيظ القرآن ومن نهب المعسكرات والمؤسسات المدنية ومن احتل المدن والمحافظات ومن محاصرة رئيس الدولة الشرعي بل وتجرأ على ضرب القصر الجمهوري في عدن بالطيران الحربي. أليس هذلك صورة سارقة لانتهاك السيادة وتدمير للدولة اليمنية؟ قلنا مرارا وتكرارا أنها جماعة لا عهد لها ولا ذمة، فقد تنكرت لكل الاتفاقيات التي أبرمتها مع شركائها في العمل السياسي وأمعنت في تدمرها، ومتعاملة مع صبر اليمنيين وحلمهم على أنه ضعف وهون، لكن المسؤولية العظيمة التي حملناها فرضت علينا الصبر على مرارته. فالصبر شيمة لا يتمتع بها إلا الحريصين على وطنهم والتهور من طباع الحمقاء وعديمي المسؤولية والمتهربين من التعهداتهم وجبهاتهم الوطنية. وعليه أقول للدمية أيران وألعوبتها ومن هنا معه ومن كان معه، أنتم دمرتوا اليمن بمراهقتكم السياسية وافتعالكم للأزمات الداخلية والأقليمية، ومن يعتقد أنه بالزعيق والخطابات يمكن أن تبني الأوطان فهو مخطي ألف مرة. فأنت من انتهك السيادة وأنت من يتحمل المسؤولية كل ما جرى وكل ما سيجري إذا استمريت بمراهقتك السياسية وأحلامك الضيقة. فعد إلى رشدك أنت وحلفائك ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، صدق الله العظيم. أنني أدعو إلى استمرار عملية عاصفة الحزم حتى تعلن هذه العصابة استسلامها وترحل من جميع المناطق التي احتلتها في مختلف المحافظات، وأن تغادر المؤسسات الدولة ومعسكراتها وتسلم كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة سواء التي نهبتها من مخازنها بالأمن وشريكا في أساسها للدول والمضية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، الأخوة الأعزاء، اسمحوا لي من خلال منبركم هذا أن أخاطب أبنائي في القوات المسلحة والأمن درع اليمن المتين، وأقول لكم أنتم جيش الوطن الأمين وصمام أمان وحدتها الوطنية، وأن مسؤوليتكم اليوم تتجلى في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية مؤسسات الدولة من النهب وحماية المواطنين وأعراضهم في كل ربوع الوطن، وتنفيذ تعليمات قيادتكم الشرعية والتمسك بالثوابت الوطنية. وأؤكد لكم بأننا عازمون على إعادة بناء قوات الجيش والأمن على أسس وطنية وعلمية حديثة والاهتمام بها حتى يكون جيشا لكل الوطن من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه. الأخوة الأعزاء، إن اهتمامنا الدائم يجب أن يكون للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى
لأمتنا العربية، وعليها فإننا أمام هذه القمة نجد تضامننا المطلق مع الشعب الفلسطيني ونضاله العادل لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ولا يفوتني هنا أيضا الوقوف طويلا أمام التحديات الماثلة التي جعلت بلدانا مثل سوريا والعراق واليمن عرضة للمخاطر، كما ويجب علينا التأكيد على ضرورة وأهمية التضامن مع لبنان ودعم السلام والاستقرار والتنمية في السودان والصومال وجزر القمر، والوقوف بقوة إلى جانب أشقائنا في دولة الأمارات العربية المتحدة وحقهم العادل والمشروع في قضية الجزر الثلاث. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها الأشقاء والأصدقاء، لا يفوتني في هذا السياق إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لدول مجلس التعاون الخليجي كافة ولكل الدول المشاركة في الائتلاف الداعم للشرعية العربية والإسلامية، وفي المقدمة منهم المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على الدعم الكامل والمساندة الصادقة للشعب اليمني سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا في مختلف المراحل وفي كافة الظروف. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى كافة الدول الراعية للمبادرة الخليجية والمجتمع الدولي وهيئاته ومنظماته على دعمهم السياسي والاقتصادي لبلادنا. والشكر موصول إلى كافة الدول العربية الشقيقة وعلى رأسها جمهورية مصر العربية رئيسا وشعبا، التي تقف إلى جانب الشعب اليمني في محنته، وإن الأمل يحدونا للاستمرار في دعمكم ومساندتكم حتى نتجاوز هذه الظروف المأساوية والصعبة على شعبنا. وفي الختام أرجو وأتمنى للأعمال قمتنا هذا السداد والتوفيق، ولأمتنا العربية التقدم والازدهار. وأتوجه مجددا لأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري الشقيق بأخلص التهاني القلبية على ما تحققه مصر من نجاحات متعاظمة تؤكد بكل المقاييس وبما لا يدع مجالا للشك بأن أرض مصر الكنانة بدورها القيادي والريادي ستظل دائما وأبدا قلب العروبة النابض وركيزة الإسلام وركيزة السلام والاستقرار وصمام الأمن والأمان في المنطقة. نتمنى من الله أن تجنب أمتنا العربية المخاطر والمحن، وأن يوفق قادتها لما فيها الخير والصلاح والسداد، وأنه يحفظ اليمن وأهلها، وأن يجنبهم الفتن. عاش اليمن حرا أبيا، عاش اليمنيون عزا كراما، والرحمة في العليين لكل شهداء الوطن، الحرية لكل الأسرى والمختطفين من رجال الدولة والنشطاء السياسيين والمدنيين، والصمود لكل أبنائهم وهم يذودون عن الشرف وسيادة. اللهم أحفظ اليمن وأهله من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر فخامة الرئيس اليمني على كلمته.